بالظبط المحاضره بتاعتي. هنتكلم على الميكروبيوتا اند كوفيد 19 اتس كومبليكيتد. ايه الحكايه؟ الحكايه ان احنا في خلال السنتين اللي فاتت لقينا في كوفيد 19 الريليشن بتوين الكوفيد 19 وبتوين الهوست كانت انكلير وكانت مش واضحه لينا كلنا، ومش واضح النورمال مايكروبيوتا اللي موجوده في اللنج، النورمال فلورا اللي موجوده في اللنج كان ايه الرياكشن بتاعها والفيروس الجديد اللي موجود. ايه يا دكتور علياء، هو في نورمال مايكروفلورا موجوده في اللنج؟ ايوه في. احنا اتعرفنا على المايكرو اورجانيزمز بحاجات كتير. الاول اتعرفنا عليها من الديزيز اللي بتعملها، ثانيا اتعرفنا عليها على مستوى السيلز بالجرام بوزيتيف بالجرام نيجاتيف ستينز، بعد كده عملنا كالتشرز، وبعد كده على الجزء بتاع الجينوم بتاعها. اخر المحاضره خالص لو في دقيقتين هقول ليه احنا بنسميها مايكروبيوتا، ليه فيروم، ازاي ده خلانا نكتب تاني نعمل ري رايتنج للميكروبيولوجي. وزي ما قلت في نورمال مايكروفلورا موجوده في اللنج، عكس ما كنا بنقول من 20 سنه فاتت، كنا دايما يقولوا لنا تحت الفوكال كورد the lung is sterile. Actually it is not. ازاي اللنج تبقى sterile؟ اللنج is warm يا جماعه and moist and rich of oxygen and few inches away from the oral cavity. انا علشان اقول ان اللنج sterile لازم انا اثبت حاجات صعب جدا ان انا اثبتها. اثبت ان ما فيش اي مايكروبيال اكسبوجر، اثبت ان ما فيش اي مايكروبيال ميتابوليزم في اللنج، مفيش اي ريبليكيشن، مفيش اي كولونايزيشن. لو ما عرفتش اثبت ده كله اذا فاللنج از نوت ستيرايل. طب يا ترى النورمال مايكروبيوتا اللي موجوده في اللنج هي هي زي اللي موجوده في الجي اي تي؟ لا، رغم انهم هم الاثنين امبيرولوجيكالي طالعين من الميد جات، بس اكشولي زي ار ديفرنت. الاكشن بتاع اللنج تمام بيدخل وبيطلع، الجي اي تي بتنزل بس، البي اتش كل واحد نيوترال، انما الجي اي تي الكالاين اسيدك الكالاين. التمبريتشر مختلفه في الاثنين، الاكسجين كونتنت مختلفه في الاثنين، اللايننج ميكوزا مختلفه والاميون سيستم مختلف. اذا ما توقعش ان النورمال جاستريك او انتستاينال مايكروفلورا هي اللي موجوده في اللنج. يت في لنج جات اكسس اوف اميون ريجوليشن معروف من زمان، طول عمرنا عارفين طول ما الانستاينال فلورا كويسه دي اللي هو الاساس بتاعه الهيجين، انا الاميون ريسبونس اللي في اللنج كويس، مش هيحصل اي الرجيز لو انا في انستاينال مايكروفلورا كويسه ومتوازنه تمام، وكمان الاميون سيستم هيبقى برده كويس. لو اتغيرت الانستاينال مايكروفلورا نتيجه لدايت او انتي بايوتيك او انفكشن هيحصل حاجه اسمها جاسترو انتستاينال مايكروبيوتا ديسبايوزيس، هيغير لي الاكشن بتاعت الدندريتك سيل والتي سيلز، وبعد كده هيحصل لي ابيرنت رياكشن، سواء رياكشن عالي قوي تمام يسبب لي انكريز في الالرجي، او يقلل الرياكشن ويخلي فيه انكريز في الانفكشنز. طب اللنج مايكروبيوتا ايه اللي بيحددها؟ بيحددها ان في مايكروبز داخله تمام بالانهاليشن والاسبيريشن، في مايكروبز طالعه بالكوفينج والكليرنس، وفي الريجنال جروث كونديشنز اللي موجوده في اللنج اللي قلنا اللي هي البي اتش والتمبريتشر والاكسجين، والمفروض نورمالي في بالانس بتوين اللي داخل واللي طالع، وطول ما في بالانس يبقى اللنج از بالانسد، وتتراوح لو في اي ديستربنس هتتراوح حاله اللنج من الهيلث للسيفير لنج ديزيز. البالانس ده موجود في كل حته من اللنج وموجود دايناميك اول اوفر ذا تايم، هو في كل دقيقه وفي كل ثانيه، والنورمال مايكروبيوتا اللي موجوده في الابر ريسبيراتوري تراكت غير اللي موجوده في الابر لوب غير اللي موجوده في اللور لوبس. الهيلثي لنج فيها نورمال مايكروبيوتا يا جماعه، البرونكيال ووش في حاجه، البرونكو الفيولار لافاج في حاجه مختلفه، السبيوتم في حاجه مختلفه، ودي التاكسا، التاكسا دي مكان السبيشيز، دي الحاجات اللي بنقولها دي النورمال تاكساز اللي بتكون موجوده نورمالي في اللنج. طيب هي جت منين النورمال مايكروبيوتا بتاعت اللنج؟ من نيزوفارينجال اسبيريشن ولا الانهاليشن ولا ريفلكس ولا بلاد ستريم؟ وكيب ان مايند اللي مش كل المايكروبيوتا ضاره، بالعكس المايكروبيوتا النورمال مايكروفلورا ممكن تكون نافعه. طبعا هنقول اللنج موجوده ابر ريسبيراتوري تراك ودي لور ريسبيراتوري تراك، فغالبا دي من الانهاليشن. اكشولي لا، الجينيتك بروفايل بتاع اللنج مايكروبيوتا كان ايدنتيكال للاورال مايكروبيوتا زي بعض بالظبط، سواء بحاجه اسمها البيتا دايفرستي او بالالفا دايفرستي، ومختلفين تماما على الحاجه الموجوده في الابر ريسبيراتوري تراك.
بيتساوى امتى؟ اما الابر ريسبيرتوري تراكت تبقى العيان عنده راينوريا وتتساوى كميه الراينوريا مع كميه السلايفا، يعني تبقى اكتر من 2 لتر في اليوم، ساعتها البرونكو الفاج مايكروبيوتا هتبقى زيها زي اللنج في حالات الانفلونزا. دي كلها مقدمه عشان اقول ايه اللي بيحصل في الكوفيد 19. احنا فوجئنا من سنتين بحاجه اسمها كوفيد 19. يا ترى الكوفيد 19 ده غير ولا لا؟ كان في دراسات كتيره جدا جدا، وده سكيماتيك برزنتيشن للنورمال لنج، تمام، الهيلثي لنج، وفي ديزيزز فيري كومن كنا بنشوفها زي الازمه والسي او بي دي والسيستيك فايبروزز. دي مينلي في حاجه اسمها بكتيريوتيدس اللي هي الصفرة بتبقى موجوده، انما بيحصل خلل في الميزان وبيبقى البروتيو بكتيرياز هي اللي موجوده في الاوبستراكتيف ايروي ديزيز. طب ايه بقى اللي حصل في الكوفيد؟ جم الصينيين عملوا عامله ما حدش عملها، جم للكوفيد 19 بيشنت وقال لك بما ان اللنج هو الفيرست هوست للكوفيد 19 انا هاخد برونكو الفيرال رافاج من 19 عيان كوفيد ومن 23 هيلثي، وانا بقيس البرونكو الفيرال رافاج هقيس فيه النورمال مايكروبيوتا. في الهيلثي في نورمال مايكروبيوتا، وفي الديزيز كوفيد سواء كانت دي بكتيريا او فيروسز بنقيسها بحاجه في الميكروبيومز بحاجه اسمها الشانن اندكس، بينت لي ان في تمام اللود بحاجه اسمها اللود بيقيسوا بحاجه اسمها الفا دايفرسيتي اعلى من الهيلثي سواء كانت بكتيريا او فيروس، والحاجات دي بالبكتيريا اللود بالمزارع اللي احنا كنا بنعملها ما كانتش بتظهر خالص، وعشان كده الميكروبيوت قالت لا في حاجات حتى ايفن في الهيلثي احنا مش شايفينها. بعد كده قسنا الجينيتك بروفايل. الجينيتك بروفايل بنقيسه يعني شكل العائلات الجينيه ايه بحاجه اسمها بيتا دايفرسيتي، لقينا ان العيانين الكوفيد تمام البكتيريا مختلفه خالص على الهيلثي كنترول اللي هو الازرق، والفيروس تمام النورمال فيرال مايكروبيوتا مختلفه تماما على الازرق الموجوده في الهيلثي كنترول. وبعد كده بنقيس بحاجه ثانيه اسمها هيت ماب، لو في وقت هقول دي عباره عن ايه. لقينا ده النورمال لانج الازرق ده نورمال، كل دي حاجات كومنسلز موجوده، وزاد عليها بقى العيانين الكوفيد الحاجات الحمراء، ودي بالنسبه للفيروسز. طب قال في انتر ريليشن بتوين ذم؟ لقوا في انتر ريليشن بتوين كل الميكروبيوتا بكتيريا وكل الميكروبيوتا فيرال وكل الميكروبيوتا فيرال اند بكتيريال. وكانت الريزلتس انهم قالوا ان اللنج انفكشن بالسارس كوف ديبلي تشينجد النورمال مايكروبيوتا بتاعت اللنج، وسموها مايكروبيوتا ديسبيوزس زي اللي بيحصل في الجي اي تي. الايفيدنس كان بالالفا دايفرسيتي اتغيرت، البيتا دايفرسيتي اتغيرت، في باثوجينز اول مره كنا نلاقيها في اللنج زي كليبسيلا اوكسيتوسا والتوباكو موزايت فيروس كانت اكسكلوسيفلي في الكوفيد 19، وايل الراينو ريسبيراتو فيروس 3 كان موجود في الهيلثي كنترول. شافوا حاجه جميله جدا جدا، قال في حاجه اسمها فيكالوباكتيريوم، تمام، دي سبيشيز عمرنا ما كنا بنشوفها في اللنج، والفيكالوباكتيريوم دي كان ليها نيجاتيف كوريليشن للكوفيد سيفيريتي، يعني كانت بروتكتيف. الفيكالوباكتيريوم يا جماعه هي البروتوتايب بتاعت الانترلوكين 10 وهي اللي موجوده في اللاكتوفيرين، وعشان كده احسننا احنا جدا جدا ان احنا ادينا العيانين دي، ظهرت في اللنج وعمرها ما كانت موجوده في اللنج. انما في حاجه ثانيه زي الروثيه، زي حاجه اسمها توباكو موزايك فيروس كانت موجوده في اللنج وكانت كوريليتد بالفيري باد بروجنوزس. طيب يا دكتور علياء، مش لسه حالا قايله برضه في ميكروبيوتا في الجي اي تي وفي في اللنج، يا ترى اثناء الكوفيد اتغيرت الميكروبيوتا بتاعت الجي اي تي؟ قال لك اه، ده احنا بالعكس، ده احنا قلناها قبل ما نقول الميكروبيوتا. ليه؟ لان احنا لقينا الالدرلي بيشنت والعيانين اللي عندهم كرونيك ميديكال ديزيز اللي النورمالي الناس دول هم اللي بيبقى عندهم جاسترو انستاينال ديسبايوزز، لقينا عندهم مور سيفير كوفيد. وقالوا علشان في حاجه اسمها ليكي جات فينومينا، والليكي جات فينومينا دي هي اللي تسببت في كذا. وكان البوستيليشن ان السارس كوف فيروس بيجي ويدخل في الانتيروسايت ويروح يغير لي النورمال مايكروبيوتا بتاعت الجي اي تي، وبيحصل بعد كده فيري سيفير رياكشن سميناه احنا مع الكوفيد 19 السيتوكاين ستورم، وكان هو المسؤول على كل حاجه بتحصل في كل البادي نتيجه للانتستاينال ديسبايوزز اللي حصل. طيب هل في اثبات لكده؟ اه والله، ده احنا عملنا دراسه والدراسه دي اتنشرت وهنوريكم ايه الحاجات اللي ظهر فيها. قالوا الدراسه دي قالت وات از اوريدي نون، اللي احنا عارفينه فعلا ان بيحصل ساركوف ريبليكيشن انسايد الانتيروسايتس، يعني الفيروس بيبقى في الجي اي تي. كمان احنا ديتكتد الكوفيد 19 فيروس في الفيسز، والالتر مايكروبيوتا كانت كوريليتد مع السيفيريتي. نشوف طيب زي ما قلنا الالفا دايفرسيتي، هنلاقي الالفا دايفرسيتي في العيانين اللون كوفيد ومختلفه شويه عن العيانين الكوفيد،
مختلفة قوي على العيانين الكوفيد اللي خرجوا من المستشفى، ودي البيتا دايفرسيتي انا حطاها في حاجة تانية. وقال لك بالبيتا دايفرسيتي الميكروبيوتا الموجودة في المايلد اختلفت عن المودريت، اختلفت عن السيفير، اختلفت عن الكريتيكال، سواء كانت في الفيروسز او في البكتيريا، وكانت كوريليتد السيفير فورمز مع الحاجات السيتوكاينز زي التيومر نكروز فاكتور والاي ال 10، وكانت كوريليتد مع الانفلاماتوري ماركرز اللي كلنا كنا بنقيسها زي الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين. دي برجع اقول تاني انهم لما عملوا البيتا دايفرسيتي لقوا الجينيتك كومبوننت بتاعه الجات مايكروبيوتا فعيانين الكوفيد اختلفت سنه على العيانين الكنترول، لكن عيانين الكوفيد اللي اخذوا انتي بايوتيك اختلفت تماما. وقال لك وعشان كده يا جماعه احنا قد نكون اخطانا في اننا ادينا بعض من العيانين فيري ايرلي انتي بايوتيك، لان ده غير لي وبوظ لي خالص، وممكن لو انا اديت ان نيسيسري انتي بايوتيك لعيان الكوفيد ده عمل لي جات ديس بايوزس جامد قوي وساهم لي في السيتوكاين ستورم، بالعكس ما كانش بروتكتيف. فقال ايه بقى النيو فايندينجز؟ قال ان البيشنت بتوع الكوفيد 19 لقوا ان عندهم ديبليتد جات مايكروبيوتا قلت العكس. وكان ايه اللي قال؟ الحاجات اللي لها اميونو موديلاتوري بوتنشال زي الفيكالو بكتيريشي، زي الانتيرو بكتيريان، زي البيفيدو بكتيريا. وقال لك علشان كده كان لازم ان احنا ندي لاكتوفيرين للعيانين دول عشان نعوض هذا النقص، ان الكومبوزيشن بتاعت الميكروبيوتا كان كورليتد للديزيز سيفيرتي والماجنيتيود بتاعت البلازما كونسنتريشن بتاعت السيتوكاينز والانفلاماتوري ماركر. يسكتوا؟ لا ما يسكتوش، يقول لك لا ده كمان ده الميكروبيوتا ابنورماليتي قعدت 6 شهور. طبعاً بما انها قعدت 6 شهور إذن فهي مسؤوله على بعض من اللونج كوفيد سيمتومز. نعمل دراسه؟ نعمل دراسه ونثبت ان في برضو اللونج كوفيد كان معاه هاي ليفل اوف رومينوكوكس بكتيريا البكتيريوديس ولور ليفل اوف فيكالو بكتيريا، ولذلك هم بيوصوا ان العيان البوست كوفيد اديله لاكتوفيرين، وان الريسبيراتوري سيمتومز كانت ليها بروفايل، والنيوروسايكاتريك والفاتيج كان ليه مايكروبيوتا بروفايل مختلف لازم نبص عليه تاني. سهله الامور، عملنا البيتا دايفرسيتي لقيت البوست كوفيد مختلف عن الناس اللي ما جالهمش بوست كوفيد. الالفا دايفرسيتي لقينا الالفا دايفرسيتي في حاجات نيجاتيف كورليشن، قلنا الحاجات المهمه، والهيت ماب بتاعه البوست كوفيد كانت مختلفه عن العيانين اللي ما كانش عندهم بوست كوفيد. الخلاصه انهم قالوا بعد كده ان فعلا سارس كوف انفكشن ديبلي اولترد النورمال بكتيريال مايكروفلورا الموجوده في اللنج وكمان اللي موجوده في الجت، وان الامبليكيشن بتاعها كان ليه امبليكيشن على السيفيريتي وعلى التريتمنت بتاعه العيانين، وان التشينجز ده ما كانش بس موجود في الاكيوت ستيت، لا كمان موجود في اللونج تيرم اللي هو البوست كوفيد. ودي تقريبا قال لك اذا كان ده الهيلثي كنترول، وده سكيماتيك برزنتيشن للكوفيد 19 فيها حاجات زادت عشان تحمي وحاجات زادت عشان تاذي، انما في الاخر كانت altered عن النورمال. وسواء زادت بايدينا او زادت بايد الفيروس ما زالت المساله كبيره قوي قوي ومحتاجه تفسيرات. It is far beyond any explanation because simply يا جماعه it is complicated. انا خلصت.